السلام عليكم استاذ، ممكن تعرفونا ب بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف الشرعي. نعم استاذ، نريد نسألكم ما الوضع في مصر الآن؟ يعني الحمد لله رب العالمين، الظالمون يزدادون بطشا وظلما واستكبارا وعنادا وتكبرا، والثوار يزدادون ثباتا وعزا وتمكينا وتفاؤلا وثقة في نصر الله سبحانه وتعالى. الشوارع والميادين ممتلئة بالثوار الأحرار رغم الاعتقالات والتعذيب داخل السجون والقتل رغم كل ألوان العذاب، لكن شباب مصر وأحرار مصر وحرائر مصر ثابتون بفضل الله تبارك وتعالى، وكلنا ثقة أنه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله خلال أيام ليست بعيدة بإذن الله تعالى، ينكسر هذا الانقلاب بثبات وصبر وثقة الثوار في الله سبحانه وتعالى وتوكلهم عليه. أستاذ، طال الثورة، فهل هناك فقد الأمل أم ازداد الأمل؟ لا، هي لم تطل ولا شيء. نحن الآن يعني قرابة نصف عام على حادثة محرقة رابعة، وستة أشهر أو حتى ستة أعوام يعني في تاريخ الأمم وتاريخ الحرية لا تساوي شيئا. فنحن عندنا أمل في الله، حتى وإن استمر الحال عام أو اثنين أو حتى عشر سنوات، لا، الأعوام بالنسبة لنا ما هي إلا عقارب ساعة تمر على الظالم في قصره، وتمر على المظلوم في سجنه، وفي النهاية لقاؤنا بين يدي الله عز وجل. نحن لا يهمنا متى يأتي النصر، لكننا يهمنا أن نموت ونلقى الله ونحن مدافعين عن الحق، ناصرين للحق. متى نموت؟ قد يكون الآن، قد يكون غدا، بعد غد، لا يهم متى يأتي النصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش يدعو إلى الله عز وجل، وأوذي وعذب وضيق عليه 23 سنة، لم يرى بعينه تمكين واتساع الأمة الإسلامية. اتسعت الأمة والخلافة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفتح. لكن القضية لا تعنينا متى يأتي النصر، إنما يعنينا هل سنموت ونحن ندافع عن الحق ونحن ننصر الحق. مهما كانت العقبات ومهما كانت الأسباب لن نتراجع أبدا، سنطالب بحريتنا، لأننا نعلم أننا في مصر بثباتنا في الشوارع نحن صمام أمان للأمة بأسرها. أخيرا، هل ستمر الثورات بالسلمية؟ نحن ما زلنا نحافظ على السلمية وندعو الشباب إلى الحفاظ على السلمية، لكن السلمية هذه لها أشكال وأشكال متعددة، فكل ما دون الدماء فهو سلمية. يعني الآن الشارع أصبح عنده آليات في الإبداع في تطوير السلمية، نحن ما زلنا نطالب بالسلمية. لكن أنا أريد أن أقول أن الشارع الآن أصبحت حركته طبيعية تلقائية، الشارع لا يحتاج توجيها من أحد، الناس ثورتهم مستمرة، نضالهم مستمر بطبيعة وثبات وثقة في الله سبحانه وتعالى. متى؟ قل عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكرا الله لكم.